السلام عليكم. نحاول في هذا الفيديو هذا نديرو تصحيح 8035 صفحة 54 من كتاب مفيد ثالثة إعداد. قالوا لنا قارن العددين أو بي في كل حالة من الحالات التالية. صافي، ناخد الحالة الأولى ألف، عطاونا أ كتساوي 3 جذر مربع 5 و ب تساوي 2 جذر مربع 11. أنا غنمشي نحسب أ أس 2 تساوي هي 3 جذر مربع 5 أس 2، خصنا نرفع لهم المربع لدينا اللي هي 3 أس 2 جذر مربع 5 أس 2 اللي هي 9 في 5 تساوي 5 أو 4. ب أس 2 هي 2 جذر مربع 11 أس 2 هي 2 أس 2 جذر مربع 11 أس 2 هي 4 في 11 اللي هي 44. و إذا ولا غنقول بما أن 45 أكبر من 44، فإن شنو هي 45؟ شكون اللي كيساوي لنا 45؟ هي أ أس 2، فإن أ أس 2 كبر من ب أس 2. وإلا كان لاحظوا أ أس 2 و ب أس 2 راهم كلهم كبر من زيرو، إذا نقدر نقول بلي أ كبر من ب، أ كبر من ب. تشهد هذا الشيء صالح فقط إذا كانت جوج بهم عندهم موجبين. الحالة ب، ب إلا كانت عندنا أ كتساوي 5 و ب كتساوي 2 جذر مربع 7، عاود لدينا أ أس 2 تساوي 5 أس 2 تساوي 25، و ب أس 2 هي 2 جذر مربع 7، كل شيء أس 2 هي 2 أس 2 في جذر مربع 7 أس 2 هي 4 في 7 تساوي 28. بما أن 25 صغر قطعاً من 28، فإن أ أس 2 صغر من ب أس 2، صافي صغر من ب أس 2، وكل شيء عندنا موجب. إذا أ صغر من ب، إذا أ صغر من ب، علاش؟ لان دائما خصنا نشوفوا باللي اكبر من زيرو ب اكبر من زيرو. عاد نقولوا هذه الحاجات جيم، جيم عندنا ا كتساوي ناقص 7 و ب ناقص 4 جذر مربع 3. غنمشيو نرفعوا كل شيء اس 2، ولكن لاحظ هادو بجوج بهم سالبين. أ أس 2 تساوي هي ناقص 7 أس 2 اللي هي 49، ب أس 2 هي ناقص 4 جذر مربع 3 أس 2 اللي هي ناقص 4 أس 2 جذر مربع 3 أس 2، هذه غتعطينا 16 في 3 تساوي 48. بما أن 49 ملا كبر من 48، فإن أ أس 2 كبر من ب أس 2. إذا دابا اش غندير؟ غندير أ صغر من ب، غنقول لي أن أ صغر من زيرو و ب صغر من زيرو، حيتاش بجوج بهم سالبين. صافي، بجوج بهم سالبين هنا، حيتاش بجوج بهم موجبين هنا، حيتاش بجوج بهم موجبين. صافي، مادام هنا راهم بجوج بهم سالبين، اذا هنا راه كتقلب المتفاوت. ونهايه حل التمرين.